بصراحة يعني من امبارح كده كلام بخصوص ايه؟ بخصوص يعني بعض الفيديوهات اللي على السوشيال ميديا، وكلام ان دي حرب مش مباراة كورة. بعض الجماهير هم قليلة جدا جدا من جمهور الهلال يعني في الحقيقة. وخلينا بس في البداية كده عشان الصورة تبقى واضحة للناس كلها، كل الاحترام والتقدير لجمهور نادي الهلال، لمسؤولي نادي الهلال، للعلاقات الكبيرة والوطيدة بين شعبي مصر والهلال او الشعب السودان، وده امر مفروغ منه، امر حتمي، ما فيهوش كلام، ما فيهوش نقاش، فيش اي واحد او اكتر من واحد حتى يقدروا ان هم يحاولوا يبوظوا العلاقه دي او يحاولوا يقللوا من العلاقات القويمه بين مصر والسودان. انا في البدايه قبل ما استفيض في الحديث خلينا اروح سريعا للاستاذ محمد الجازولي الصحفي السوداني، ينضم لنا على الهاتف عشان نتكلم معاه بخصوص استعدادات الهلال واستعدادات السودان لاستضافة النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية والمباراة اللي جاية بالتحديد. أستاذ محمد أهلا بيك. أهلا ومساء الخير عليك ومساء الخير على السادة متابعي برنامج كلام في الميديا، ولك أستاذ أمير وللسادة ولكل الشعب المصري الصحفي وجماهير الأهلي العريق. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني كلام كتير بالتحديد الساعات السابقه بخصوص بعض الفيديوهات اللي كانت بتنزل لبعض الجماهير وكيفيه استقبال النادي الاهلي هناك، وان المباراه دي انتم مش هتخرجوا منها غير مش عارف ازاي، والهلال هيكسب باي طريقه من الطرق، والفيديوهات اللي بتعمل اثاره وبتحاول تخلي المباراه دي توديها في اتجاه حرب مش مباراه كوره. رايك ايه؟ دي حاجات طبعا عادية من بعض المشجعين، طبعا انت عارف ان التشجيع في الهلال والمباراة يعني مباراة كبيرة بتاع الهلال والاهلي فريقين في قمة وادي النيل، هم ناديين شقيقين لا يمكن ان تؤثر فيهم، ما يؤثر في علاقات ما يقال في مواقع التواصل الاجتماعي، ممكن اي واحد يحسن طبعا عشان يكسب، وفي النهاية الجمهور بيعبر، لكن في النهاية ما حيكون في تاثير سالب في العلاقه بين الناديين. المباراه ما في حاجه اسمها باي اسلوب يكسب، لا اللي بيلعب في الملعب افضل وفي التحكيم عادل هو اللي يكسب. التمرير الموضوع كله ما عنده علاقه بالاهلي، بل احتجاج صارخ وصريح على الحكم المغرب رضوان جاي عن كل الموضوع على الحكم، مش على الاهلي، على الحكم. يعني ليه دايما يعني ده بخصوص ملف الحكم، ده بخصوص ملف الحكم، كان في اعتراض رسمي من قبل اداره الهلال السوداني في بيان رسمي امبارح بالليل بخصوص حكم المباراه، لكن بخصوص العلاقات انا بالتحديد عايز اتكلم على العلاقات ما بين جماهير الاهلي والهلال السوداني، العلاقات ما بين الشعب المصري والشعب السوداني قبل مباراه مهمه زي دي. طبعا هي مباراه حاسمه في كره القدم، مباراه حاسمه في بطوله دوري ابطال افريقيا، لكن تبقى العلاقات كما هي علاقات وطيده بين الشعبين. المباراة 90 دقيقة، لكن علاقة الهلال والاهلي والجماهير والشعب السوداني علاقة ازلية وقوية. علاقة اشقاء لا يمكن ان تؤثر فيها مباراة مهما كانت، لان يعني المباراة في النهاية لا تخرج من ثلاثة فوز او تعادل او هزيمة في النهاية، يعني انت مهما كنت حت يعني ما حتكون في حاجة، ما في استرادة لك في القدم، يعني ممكن تأثر في 90 دقيقة. ايوه مباراة مصيرية وحاسمة، الاهلي يحتاج انه ينقطة ويفوز او يتعادل، الهلال بيلعب بفرصة واحدة. يعني بكل المباريات دائما كبيره، يعني عليها يعني عليها دائما اهتمام جماهيري اعلامي، حتى يعني هسه اصبحت الشغل الشاغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان وفي مصر، يعني ما السودان بس، حتى مشجعي الاهلي ومشجعي الهلال داخل ومشجعي الزمالك ومشجعي المريخ، يعني حكايه بتاعتين انه زياده بهار على الكلام. طيب قبل ما اتكلم معاك فنيا بشكل اكبر في المباراه، عايز اطمن على الجوانب الامنيه هناك في السودان والاوضاع هناك، وكيف سيتم استقبال النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يوم الخميس القادم. لا اطمئن تماما، الاوضاع في السودان امنه مستقره 100%، الاهلي حيجد استحسان شديد وحفاوه وترحاب من السودان، انت تعرف انه جمهور الهلال هنا مشجع الاهلي اصلا، يعني لما تقول الاهلي يعني مرات اللي تتابع مباراه الاهلي بيشجع الاهلي، ما يحدث في مباريات بين فريقين ده انداد واشقاء، يعني ما بتعرفش فيها، ده مجرد تنافس، لكن علاقه ازليه قويه، الاهلي حيجي ترحاب واستقبال، الوضع الامني مستقر، كل شيء يكون متاح للاهلي في رحاب، يعني ما محتاج حتى لتامين، جمهور الهلال حيامن الاهلي شخصيا، يعني جمهور الاهلي الهلال حيامن حيتولى تامين بحقوق الاهلي، يعني ما في حاجه حتكون تعترض او تؤثر على الاهلي قبل المباراه.
كويس، ده امر كويس، واكيد النادي الاهلي مطمن جدا وهو في بلده الثاني السودان، وفي مباراه مهمه جدا تبقى المباراه داخل ارض الملعب في 90 دقيقه، الافضل هو اللي يكسب وباذن الله الافضل يكون النادي الاهلي يعني. لكن في كل الاحوال عايز اتكلم معاك شويه بخصوص، اتمنى ان يكون افضل زيان طبعا. تمام اكيد حقك، لكن عايز اتكلم معاك بخصوص المباراه بقى من الجانب الفني واستعدادات الهلال هناك لهذه المباراه، وانت من وجهه نظرك شايفها ازاي؟ الهلال طبعا عدى فجر امس فجر الاحد من زيمبابوي، فجر الاثنين جاري، فجر الاثنين من زيمبابوي. الجهاز الفني بقيادة الكابتن فتح النجر منح اللاعبين راحة سلبية ل 24 ساعة. اليوم الهلال استعمل تحضيراته على الملعب بكل كامل قوته، ولا ينقص اي لاعب جاهز من ناحية يعني، حتى اللعيبة حيجي دعم معنوي في اجتماع جماهيري اعلامي ومجلس الادارة على اعلى مستوياته، فقيادة رئيس النادي سيجرف الكاردينال ولأذكر مسجل الهلال مهتم بهذه المباراة المهمة المصيرية الحاسمة من الهلال. أكيد. بيدعو يستهدف من هذه المباراة الانتصار والتأهل. استعداداته حتمشي، وبكرة الفريق حينتظر في معسكر أربعة في فندق الجوهر الزرقاء تابع للنادي. وهو لصيق ومجاور للملعب، طبعا منتصف من الملعب. داخل النادي. سوري. عفوا. تفضل. فاستعدادات طيبة جدا للهلال، استهدف في مباراة بلاتيهم لاعبي المحور، أهم لاعبين في الهلال في الوسط كانوا قايمين. لو مصردين الشقيرة وابو عادل عبد الله هيعودوا مباراة الاهلي ان شاء الله. طيب هل هي مفاجأة بالنسبة للمتابعين وجماهير الهلال تحديدا هناك في السودان، المستويات اللي بيقدمها الهلال في دور المجموعات خصوصا في ظل تعاقب الاجازة الفنية وعدم الاستقرار الفني بالنسبة للفريق؟ ايوه الجمهور كان بي يعني الهلال كان بامكانه انه هذه مباراة الاهلي حتكون مباراة عادية جدا، مباراة مودية، لكن للاسف الشديد افضل مباراة لعيبة الهلال خسيرة. سوري. اتفضل. مباراة النجم الساحلي هي اللي تقدم، ولكن بأخطاء وهفوات دفاعية، أخطاء دفاعية وفي الذهنية خسر المباراة. يعني هي إذا انتصر كان يعني حافظ على انتصار النجم الساحلي والرائع الجميل. لو كانت مباراة السبت حتكون مباراة بأودي أكثر من الهلال. نتمنى كل التوفيق ان شاء الله باذن الله في مباراه تكون قويه ومميزه ما بين فريقين عريقين في القاره الافريقيه، الاهلي المصري والهلال السوداني. يا استاذ محمد انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، كان معنا الاستاذ محمد الغزولي.